أجي تفهم أشنو فهمت. الحلقة الثالثة، الانتخابات الجماعية والجهوية. أول حاجة غادي تجي لك على البال ملي سمعت هذا العنوان هي المرقة، وغادي تقول مع راسك موضوع حامض وشبعان لغة الخشب وما عندي ما ندير بيه أصلا. والصراحة شنو نقول لك، عندك الصح، ولكن غادي ندوي فيه باش نعرفوا البالون كيفاش منفوخ. فهمتيني؟ راه الفيديو مزروب، إلا دخلتي رجع ولا دير بوز. سير حيد تفعل الكروسة تزيد. هاد البلاد السعيدة كاين جوج أنواع الانتخابات اللي كيصوتوا فيها الشعب كامل، واللي هي الانتخابات البرلمانية أو التشريعية والانتخابات الجماعية والجهوية. انتي دابا ما عندنا ما نديرو بيك. الانتخابات الجماعية والجهوية، باش نفهموها مزيان خاصنا نعرفوا بعدا كيفاش المغرب مقسم إداريا. حموضة بدات. أساسا المغرب إداريا كيتقسم لثلاث أنواع التقسيمات، اللي هما الجهة، العمالة ولا الإقليم، والجماعة. الجهة وسط منها العمالة ولا الإقليم، والإقليم ولا العمالة وسط منهم جماعات. في المغرب كاينين 12 جهة، بحال قلتي ولايات، بحال الأمريكان عندهم الولايات ديالهم، حنا عندنا الجهات، وفي كل جهة كيكونوا أقاليم ولا عمالات. نعطيكم مثال بجهة الدار البيضاء سطات، حيت أنا ولد كازا، سمحوا لي بزاف ناس أخرين، ولكن راه بحال بحال. في جهة الدار البيضاء سطات كاينين جوج عمالات، اللي هما عمالة الدار البيضاء وعمالة المحمدية، وسبعة الأقاليم، اللي هما بن سليمان بن رشيد الجديدة مديولة مواصر سطات سيدي بن نور. واي دوز 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 دوز. ملي كنقولوا عمالات يعني المجال الحضاري، مدينة، ملي كنقولوا أقاليم يعني المجال القروي، بلاد. واش هذيك عملت عين الشق الحسني وعملت انفا، شنو هذوك؟ هذوك كيتسموا عملات المقاطعات، وهاد العيبه دارت غير في مدينه كازا حيت فيها بزاف الناس ومدينه كبيره. اش داروا؟ زادوا قسموا عملات الدار البيضاء لعملات صغار اللي كيتسموا عملات مقاطعات، ووسط منهم كاينين مقاطعات اللي هما كنقول لهم حنا الجماعات، اللي كاين فيهم المجلس الجماعي. مثلا ناخذوا عملات مقاطعات عين السبع الحي محمد، فيها ثلاثه المقاطعات اللي هما حنا كنقول لهم جماعات، عين السبع الحي محمد والصخور السوداء. حنا كنتخبوا مجالس هاد المقاطعات. هذيك البلاصه كتمشي تقال زيفه الاوراق ما كتسماش مقاطعه، كتسمى ملحقه اداريه. من الاخر على ما كنصوتوا، حنا كنصوتوا على مجالس الجماعات ومجالس الجهات. كل مجلس كيتكون من مجموعه ديال المقاعد، حنا كنصوتوا على الناس اللي غادي ياخذوا دوك المقاعد. مثلا في مقاطعه الجماعات عين الشق كاين 31 مقعد، كتلقى بزاف الاحزاب مرشحين في ديك الجماعه، وكل حزب حاط لائحه فيها 31 واحد اللي يقدروا يعمروا دوك المقاعد. كيفاش كيعمروا دوك المقاعد؟ بطريقه التصويت. طريقه التصويت هي اقتراع بالتمثيليه النسبيه. صراحه ما كاينش نشرح لكم هاد العيبات، كاين شي حوايج اهم وغادي يطول بينا الفيديو. المهم غادي ندير لكم فيديو قصير في غير طريقه التصويت. الا بغيتي تدخل ليه كليكي من هنا، ما بغيتيش دوز خليك. من بعد ما كيعمروا دوك المترشحين اللي صوتنا عليهم 31 مقعد، خاصهم بيناتهم ينتخبوا على الرئيس. الحزب اللي كيكون عنده اكثر من 50% يعني اكثر من النص هو اللي كيكون منه الرئيس، لانه كيكون عنده اغلبيه المقاعد. ولكن حنا ما يمكنش يكون عندنا شي حزب عنده 50%، عرفتي علاش؟ حيت عندنا 35 حزب في هذه البلاد، دونك صعيب يكون شي حزب عنده اغلبيه في شي جماعه ولا شي جهه. اذا كيلتاجوا للتحالفات، كيتحالفوا الاحزاب بعضياتهم باش يكونوا ديك نسبه اكثر من 50%، باش نديروا بحال شي برلمان صغير، الاغلبيه والمعارضه. الناس اللي في الاغلبيه هما اللي كيعينوا داك الرئيس لانه كيكون عندهم اغلبيه الاصوات، والاخرين كيبقاو في المعارضه، وكيوليو هذوك القرارات اللي كيدير المجلس ديال الجهه ولا مجلس الجماعه كيدوزوا على داك البرلمان الصغير اللي هو مجلس الجماعه ولا مجلس الجهه، وكيتخذ القرار بتصويت في اي قرار بحال شي برلمان صغير. فهاد العيبه ديال التصويت والتحالفات كتنوض الشلاضه ديال التخلويض والعاقه وتحط الطبله وداكشي، وما هادشي راه معروف عندهم، ما عرفش غير عندنا. استنى مجال نوريكم القوالب كيفاش يقدروا يشفروا البلاد. صبر، هادشي فيما يخص الجماعه والجهه. وبالنسبه للعماله والاقليم، فباختصار الناس اللي كينجحوا في مجالس الجماعات وفي الغرف المهنيه وفي نقابات المستخدمين منهم كيتعين مجلس العماله، وهداك مجلس العماله منه كيتعين رئيس مجلس العماله. ولكن رئيس مجلس العماله ماشي هو كلشي، لان كاين العامل اللي كيعينو الملك هو اللي كيجسد السلطه ديال الملك في العماله اولا الاقليم. الغرف المهنيه هي خاصه بالناس الحرفيين، حلاقه، سكالسيه، العيبات، هذيك بحال شي جماعه صغيره ديالهم كيصوتوا حتى هما على الناس ديالها. نقابات المستخدمين خاصه بالناس المستخدمين، مثلا شوافر ديال الطاكسيات حتى هما كينتخبوا على النقابات ديالهم بحال شي جماعه صغيره، حتى هما احزاب الى غيره. كاين واحد بلان اخر اللي هو مجلس المدينه. هاد العيبه كاينه في 6 المدن في المغرب، اللي هي الدار البيضاء وفاس وطنجه ومراكش وسلا وربعه. كيفاش كيتصاوب هذا مجلس المدينه؟ الناس اللي كيربحوا اكثر نسبه ديال التصويت في جماعات هما اللي كيشكلوا مجلس المدينه. مثلا كيكون واحد عدد المقاعد معينه في مجلس المدينه، كل مقاطعه ولا جماعه عندها واحد نسبه المقاعد. مثلا مقاطعه جماعه عين الشق عندها 9 المقاعد في مجلس المدينه ديال الدار البيضاء. 9 الاولين دازوا مقاطعه جماعه عين الشق كياخذوا دوك 9 البلايص، وهكذا وكنجمعوا البلايص كاملين من المدينه كامله. ملي كيتصوبوا دوك المقاعد كنديروا نفس القضيه، صوت على الرئيس والمعارضه والاغلبيه ونايض الشلاضه بحال البرلمان. وهذاك الرئيس ديال المجلس كيتسمى بالعمده، اللي مثلا في كازا هو سجين اللي 12 عام هذه هو عمده. اه الناس كيبغيو تلات الدرجه. سؤال مهم، شنو هو السلطات ديال الجماعه والعمله والجهه ومجلس المدينه؟ جواب على هذا السؤال معقد شيئا، لان كيتداخل السلطات ما بيناتهم كاملين. ابي الجماعه والعماله والجهه ومجلس المدينه والدوله كيتداخل السلطات بزاف الحوايج. مثلا الجماعه مسؤوله على بزاف الحوايج قرب للمواطن، الاناره العموميه، الشوارع خاصهم يكونوا مقادين، الزناقه خاصهم يكونوا مزفتين، الشجير خاصو يكون واحد الشكل معين ديال كل جماعه في بناء، هذا الشيء قوانين خاصهم يحترموهم الناس اللي كيديروا. العماله عندها واحد سق كبر مع الدوله والجماعه وداكشي في المشاريع اللي كيطراو في ديك العماله ديالها. الجهه عندها عاوتاني مسؤوليه خاصها دير مشاريع في الجهه ديالها كامله، والجهه كامله تولي مزيانه عندها، يعني خاصها دير مشاريع كبار اللي غادي يهزوا من الجهه كامله. من ناحيه المداخل، الجماعه ما عندهاش بزاف المداخل بحال مجلس المدينه
ولا الجهه ماشي مهم، ولكن المهم علاش الناس كاملين كيتقاتلوا باش ينجحوا، مع العلم ان الترشح في الانتخابات هو عمل تطوعي، يعني كاع الا نجحتي ما كتخلصش، ما عندك الصالير، ماشي بحال الانتخابات البرلمانيه على الاقل عندك واحد 3 البركات، او رئيس الجماعه ما كياخذ ريال والمترشحين ما كياخذوا ريال، ولكن علاش كيخسروا بزاف الفلوس في الحمله الانتخابيه؟ ها هنا كاين شي قالب. الان غادي ندوزوا واحد الفقره سميتها كيف تشفر البلاد في 6 ايام وبدون معلم. ترى طرق باش تشفر البلاد كثيره ومتنوعه، من اهمها المناقصات. غالبيه الناس كيعرفوهم بلي زابيل دوف في القانون ديال البلاد، ما يمكن حتى شي مؤسسه عموميه ما ديرش مشروع في الارض تيدوز من لي زابيل دوف باش يشوفوا الشركه المناسبه اللي غادي تسرع الخدمه. مثلا شدينا شي عماله اكس بغا دير شي مشروع، مثلا المدرسه ديال المعاقين، العماله كتصاوب دفتر التحملات ديالها، زعما ها كيفاش انا كل مدرسه شحال يقرا فيها من واحد الخ، وهذاك دفتر التحملات كتحطو للعموم كلشي يقرا. هنا كيجيو الشركات اصحاب الاختصاص وكيعرضوا على ديك العماله العروض باش يصاوبوا ديك المدرسه. هنا في الحاله الطبيعيه اش ما خاصو يكون؟ يشوفوا احسن ملف بثمن مناسب هو اللي يستحق ينجز داك المشروع. حتى هنا مزيان، فين كيكون الخواض في العزله ديال الشركه؟ المسؤول بدل ما يعزل الشركه اللي مزيانه وتسرع البروجي كيشوف الشركه اللي تعطيه هو اكثر باش يعزلها. من تحت الطبله الشركات كيعطيو للمسؤول فلوس، كيقولوا ليه عطاك بورسونتاج من الفلوس ديال المشروع الا عطيتيه لين، وكيعطيو العاقه صحيح. هادشي علاش تلقاو شي مشاريع كبار وخداهم شركات ماشي اكفاء. ما عرفت علاش انا كندوي تفكرت كراطه. المهم الطريقه الثانيه سميتها فراسي بوحدي، وهذه كتعتمد على المعلومه. مثلا انت ملي كتكون مسؤول في شي مجلس المدينه وعارف من موقع المسؤوليه ديالك ان المدينه غادي توسع، يعني شي بلايص فلاحيين حدا المدينه غادي يدخلوا في المجال الحضاري، اش كتمشي دير؟ كتمشي حتى تشري دوك الاراضي الفلاحيه من عند دوك الفلاحه بثمن رخيص، وكتسنى حتى يطبق القرار وكيدخلوا دوك الاراضي في المدينه، وكتعاود تبيعهم ثمن غالي للناس اللي كيستثمروا في العقار ولا تبني فيهم انت اصلا ديور. الطريقه الثالثه العصف الرويضه. مثلا انت كنت انت مسؤول في شي جماعه وجات عندك شي شركه ديال الاسكان وبغاو يديروا شي مجمعات سكنيه تما في ديك الجماعه ديالك، خاصهم يحترموا شي شروط معينه في داك المجمع السكني اللي في غالب الوقت كتعانكش دوك الشركات. مثلا احترام المساحات الخضراء، الا جاو الشركات احترموا المساحات الخضراء اللي كاين في القانون فغادي يطلعوا لهم برطمات صغار. فاشنو كيديروا باش انت كمسؤول ما ديرش لهم العصف الرويضه وتطبق القانون؟ تيميزيو ليك من تحت الطبله وكتخليهم يديروا ما بغاو، وكيهلكوا المساحه الخضراء وكيوسعوا البرطما وانت كتدخل العاقه، وكلشي رابح، شركه الاسكان والمسؤول والشعب. هادو غير ثلاثه الطرق واضحين ديال كيفاش تقدر تشفر البلاد، وكاينين طرق كثار اللي انا صراحه ما يمكنش نعرفهم. ولكن السؤال علاش ديما في التلفاز ووسائل الاعلام كيقهرونا بخاصك تصوت وخاصك تصوت، والشعر يقول صوتك في الصندوق احسن من مليون الف بوست في فيسبوك؟ ها هاد السؤال عنده جوج اجوبه. الجواب الاول، نسبه المشاركه ديال الشعب في الانتخابات كتعني مدى الرضا ديال هاد الشعب على النظام ديالو، يعني ملي الشعب كيشارك بواحد النسبه كبيره في الانتخابات هذا كيعني ان اجواء السياسيه في البلاد صحيه وما كاينش توتر، ويقدروا المستثمرين اللي على برا يجيو يستثمروا في البلاد لان ما كاينش مشاكل بنادم ترونكي. ولكن في العكس ملي كيقاطعوا الناس الانتخابات هذا كيعني ان بنادم ما راضيش على النظام والجو متوتر في البلاد، فصعيب على الاجانب يجيو يستثمروا في البلاد وصعيب على السياح يجيو الى اخره. هذا مؤشر انترناسيونال. اما علاش خاصنا نصوتوا بزاف؟ داخليا الناس اللي كيطلعوا الموقع المسؤوليه باش يشفروا وهما كثار اشنو كيديروا؟ خاصهم اصوات، وحيتاش الناس عارفينهم شفاره ما كيبغيوش يصوتوا عليهم. كيفاش كيجيبوا الاصوات؟ كيشريوا الاصوات بالفلوس 200 ولا 100 درهم كلشي عارف. فملي كيشريوا الاصوات كيطلعوا بهذوك الاصوات اللي شراو، يقدروا يطلعوا لمجلس الجماعه، ومن مجلس الجماعه يقدروا يكونوا في مجلس العماله، ويقدروا عاوتاني يكونوا في مجلس المدينه وغادي. وكل مره كيشريوا الاصوات، مجلس الجماعه كيشريوا الاصوات ديال التحالفات وغادي وغادي، حتى كيشد المسؤوليه. وملي كيشد المسؤوليه تيخرج فلوسه كامل بالشفره. الا صوت بنادم بزاف كيولي داك الشفار باش ياخذ اغلبيه خاصو يخشري بزاف الناس، وهاد القضيه كتكون صعيبه لان الناس اللي فاهمين ما كيتشراوش بالفلوس، فكيولي صعيب على داك الشفار يطلع. اذا كيولي كيطلع غير اللي عنده اغلبيه الاصوات ديال بصح، لان اكثر الناس اللي شاركوا فاهمين القصه وفاهمين البارون باش منفوخ. ما دويناش على مجلس المستشارين كيفاش كيتصوب، ما دويناش على ربط المسؤوليه بالمحاسبه، المهم هادشي كثير. صافي صاحبي، كنشكر كلشي الناس اللي تعاونوا معايا في هاد الحلقه. ما تبخلوش علينا بلي كومونتير ديالكم سواء في يوتيوب سواء في فيسبوك، وبارطاجيو لا فيديو باش تعمل الفائده، ديروا جيم، تابوناو فلاشين، انطلقوا يا جلانديزر ودعوا معنا، والسلام عليكم.